السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عمان في أسبوع. جمعة طيبة مباركة، أهلا بكم في هذه الحلقة مشاهدينا، والتي نبدأها بالملف الرئيسي وفيه تتابعون: صاحب السمو السيد فهد بن محمود السعيد يشيد بالعلاقات العمانية السعودية الوطيدة ويستعرض مع رئيس مجلس الشورى السعودي الأوضاع في السلطنة. كما تتابعون في هذا الملف، سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء يؤكد خلال استقباله وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون الخليجي على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والعملية الخليجية. وهناك موضوعات أخرى مشاهدينا، فنرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. لكفوفك سلام، إحساس وحمام. لكفوفك سلام، إحساس وحمام. دمت العمان الوطن نبراس، كل سنة انت نور سيدي يا نور، الولاء الكلمة قابوس. يا يحفظك مولاي. أن الدولة تتكون من ثلاثة أجهزة: الجهاز المدني وهو الجهاز الإداري، وجهاز الأمن وهو المحافظ على أمن الوطن الداخلي، والجهاز العسكري وهو المدافع عن الوطن من أي خطر خارجي. وعلى هذه الأجهزة الثلاثة أن تتعاون معا وفي كل الأوقات، وأن تنسق فيما بينها، وأن تنسي الفروق الشكلية بين مدني وعسكري أو بالعكس، وأن تتذكروا ما قلناه آنفا بأن هذه الدولة بكل أجهزتها هي لخدمة هذا الوطن العزيز ومواطنيه الأوفياء. سلام الله على من قادنا قدام بالعرفان، إلنا يا خونا مصرنا نادانا وعماني، تحط الزعيم اللي عنينا ضيقه الهتان، سندنا سيدي طاووس مطلق السلطاني. سلام الله من قادنا قدام بالعربان، إلنا نفتخرنا بأصلنا لقالة وعماني، تحط الزعيم اللي علينا غيثه الهتان، سندنا سيدي قابوس مفخر كل سلطاني. عسى الله يحفظك يا منبع الخيرات والإحسان، وتبقى الدار بأهل الدار يا مولاي عمراني. صعدنا كل عالي وامتطينا هالسحاب حصان، سكننا بالثريا وغيرنا بالأرض سكاني. عسى الله يحفظك يا منبع الخيرات والإحسان، وتبقى الدار بأهل الدار يا مولاي عمراني.
أشاد صاحب السمو السيد فهد بن محمود السعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين السلطنة والمملكة العربية السعودية وبالتعاون المتنامي بينهما في العديد من المجالات. جاء ذلك خلال استقبال سموه معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، حيث نقل معالي الضيف تحيات القيادة في المملكة لمقام حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم أبقاه الله وتمنياتها الطيبة لجلالته بدوام توفيق والشعب العماني بالمزيد من الخير والنماء. وبعد أن رحب سموه بمعالي الضيف والوفد المرافق له، استعرض سموه تطور مسيرة الشورى في السلطنة ودول المجلس ودورها في دعم الجهود المبذولة من أجل خدمة المجتمعات وتقدمها وتحقيق النماء والرخاء لأبنائها. تناول الحديث خلال المقابلة تفعيل كافة مجالات التعاون القائم بين الجانبين، كما تم بحث عدد من المستجدات في المنطقة والسعي لإحلال الأمن والاستقرار فيها، إضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك. وقد أعرب معالي الشيخ الدكتور رئيس مجلس الشورى السعودي عن اعتزازه والوفد المرافق بهذه الزيارة، مشيدا بنهج الشورى في السلطنة ومؤكدا تقدير بلاده لسياسة السلطنة ودورها في تعزيز التعاون الخليجي المشترك، كما أكد معاليه على أهمية المحادثات التي أجراها مع المسؤولين في مجلس الشورى وصولا للمزيد من التعاون بين البلدين. حضر المقابلة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى. أكد صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء على أهمية المزيد من التعاون بين المؤسسات التعليمية والعلمية الخليجية بما يكفل تحقيق الأهداف المرجوة لهذا القطاع، معربا سموه عن تقديره للجهود التي يبذلها وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في مجال تطوير التعليم والبحث العلمي. جاء ذلك خلال استقبال سموه أصحاب المعالي والسعادة ورؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع 17 للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون الخليجي. واستعرض صاحب السمو السيد فهد بن محمود السعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء خلال اللقاء المسيرة التعليمية في السلطنة وما تحظى به من رعاية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، وقد تجلى ذلك من خلال التوسع النوعي الذي يشهده هذا القطاع والجهود التي يتم بذلها في الرقي بمستواه وفق رؤية مستقبلية بعيدة المدى، موضحا سموه بأن التعليم هو الركيزة الأساسية لرقي الشعوب ورخائها، وبأن الاستثمار في مجال التعليم والبحوث يعد من الأولويات لمواكبة ركب التقدم العلمي. تناول الحديث خلال المقابلة عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، وأهمها الاستثمار المشترك في التعليم والتوصية بإنشاء مكتب يختص بجودة التعليم والاعتماد الأكاديمي بدول المجلس يكون مقره مسقط، وآلية التعامل مع الجامعات والاتحادات الأكاديمية الوهمية، وكيفية تعزيز المواطنة بين أبناء دول المجلس بالإضافة إلى تطوير المناهج وتوفير قواعد المعلومات وتشجيع حركة البحث العلمي والارتقاء بمستوى الخريجين. وقد أعرب أصحاب المعالي والسعادة الضيوف عن شكرهم الجزيل لجهود السلطنة وإعدادها الجيد لهذا الاجتماع الذي ساهم بدوره في التوصل إلى العديد من النتائج الإيجابية والبناء، رافعين تحياتهم وتمنياتهم الطيبة لجلالة السلطان المعظم أبقاه الله بدوام التوفيق، ومشيدين بما تم إنجازه على الأرض العمانية من تقدم ورقي. حضر المقابلة معالي الدكتورة راوية بن سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي، ومعالي الدكتور علي بن عبد الخالق القرني المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج العربية، وسعادة الدكتور عبد الله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. لمقامك السامي لمجدك للوفاء نهديك قلبا بالمحبة قد هفا قابوس يا مولاي حبك
لك مرهفا. ونواصل تقليب صفحاتنا المحلية لهذا الأسبوع، وفي الدقائق التالية تتابعون الاحتفال بمطار مسقط الدولي بوصول أول طائرة شمسية، والمؤتمر الدولي لأخلاقيات البيولوجيا يبحثون في مسقط أخلاقيات زراعة الأرحام وأبحاث الأجنة والخلايا الجذعية. كما تتابعون في هذه الصفحة، لجنة وزراء التعليم العالي بدول مجلس التعاون توصي بالمساواة في إجراءات القبول بالجامعات بين أبناء دول المجلس. وهناك موضوعات أخرى، فنرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. شهد هذا الأسبوع استقبال الطائرة الشمسية الأولى في العالم سولار إم بلس 2، والتي هبطت بمطار مسقط الدولي كأول محطة لها في رحلتها التي تستمر 5 أشهر تجوب خلالها العالم، قاطعة مسافة تقدر ب 35,000 كيلومتر دون استخدام قطرة وقود واحدة. حفل استقبال الطائرة أقيم تحت رعاية صاحب السمو السيد شهاب بن طارق السعيد وبحضور عدد من المسؤولين في السلطنة. لاحت من الأفق البعيد، هكذا انتظرت، وهكذا هبطت على مدرج مطار مسقط الدولي، وهكذا استقبلت، وهكذا غادرت. إنه اختزال للمشهد برمته لهبوط الطائرة الشمسية سولار إم بلس 2 على أرض السلطنة كأول هبوط تاريخي لها بعد انطلاقها. نحن في عمان نرحب طبعا بهذا الحدث التاريخي العالمي، وسعداء جدا بأن تكون السلطنة أول محطة لهذه الطائرة. هذه الطائرة طبعا
الفريدة من نوعها، هي يعني طبعا تعمل حسب ما فهمت بالطاقة الشمسية، وهذا بحد ذاته طبعا نوع من أنواع الابتكار العظيمة التي إن شاء الله ستقود العالم نحو منحى آخر من الطاقة المستخدمة في الطيران وفي عالم النقل بشكل عام. هذا حدث عالمي مهم، ويسعدنا في السلطنة استضافته بهذه الاحتفالية، ونكون جزء من هذا الإنجاز اللي بلا شك سوف يعود لمنفعة للتقنية والإنسانية في المستقبل، والجميع يسعى أن يجد الحلول البديلة للطاقة. نتمنى طبعا للرحلة أن تكمل مشوارها بنجاح، ونترقب ونتأمل إن شاء الله أن نسمع النتائج الطيبة. لكن هذا السيناريو الذي كان ماثلا على أرض الواقع هو بداية تحول للعالم في مجال النقل بالطاقة النظيفة، بعيدا عن تلوث البيئة التي توشك أن تئن من المواد والانبعاثات المحترقة. بالرغم أن ولادة هذا الحدث هو في سويسرا، إلا أننا في عمان ندعمهم بشكل كبير لما قاموا به بهذه المبادرة، وقيام طائرة شمسية بالتحليق على هذه المسافات الكبيرة والعبور حول العالم بالطاقة الشمسية هو دليل على أننا نستطيع القيام بأعمال كثيرة جدا في هذه الطاقة البديلة، وعمان متوفرة في هذه الطاقة. الجوانب العلمية جزء أساسي عندنا في تطوير التعليم، والوزارة لديها مبادرات عديدة، في مبادرة مع مجلس البحث العلمي في إطار نشر الثقافة العلمية فيما يخص تعزيز جوانب الابتكار لدى الطلبة. بعد أول هبوط آمن للطائرة الشمسية، ها هو قائدها يعبر عن ارتياحه الشديد وعن أسباب اختياره للسلطنة كأول محطة لها. كنت هنا في السلطنة منذ حوالي 5 أعوام مع عائلتي، وشعرت بسعادة كبيرة لزيارتها نظرا للمعالم الحضارية والتاريخية التي تتمتع بها السلطنة، ولذلك قررت أن تكون السلطنة المحطة الأولى لهذه الرحلة العالمية، وأنا جدا سعيد أن أكون هنا في مسقط. فعالية استقبال الطائرة صاحبه معرض لمبتكرين عمانيين في مجالات مختلفة، جاء من إدراكهم بمدى أهمية القضاء على التلوث باستخدام الطاقة الشمسية النظيفة. اليسع بن أحمد الراشدي عرض فكرته التي لو دعمت لوفرت وأنتجت الكثير. مشروع مبسط جدا حول إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الصفائح الشمسية أو الألواح الشمسية، وبالتالي من خلال هذا الفكرة بالضبط الأساسية للمشروع تقليل تكلفة الطاقة الكهربائية بدمج معها قطاع الزراعة باستخدام إنتاج زراعي أسفل صفائح الطاقة الشمسية كما هو واضح أسفل الصفائح. خلاصة القول هنا أن هذا الحدث يمكن استثماره في تحفيز الأجيال الحالية والقادمة لاقتحام العوالم العلمية الحالية بابتكارات وإبداعات جديدة تعزز من إثبات حضور مسيرة بناء الحضارة الإنسانية التي دون فيها العمانيون سطورا عريضة منذ قرون على أجزاء واسعة من صفحات التاريخ. أقيمت بجامعة السلطان قابوس هذا الأسبوع أعمال المؤتمر الدولي الأول لأخلاقيات البيولوجيا الذي نظمته اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا على مدار 3 أيام. تم خلال المؤتمر مناقشة قضايا كثيرة ومتنوعة، من أبرزها القضايا المتعلقة بأخلاقيات زراعة الأرحام وأبحاث الأجنة والخلايا الجذعية، والقضايا والتحديات المعاصرة التي تواجه أخلاقيات مهنة الطب في الإسلام وأخلاقيات الممارسات السريرية الطبية وغيرها من القضايا المهمة. شارك في المؤتمر 60 مشاركا من علماء الإسلام وعلماء أخلاقيات البيولوجيا والمهنة الطبية والأطباء الاختصاصيين في الرعاية الصحية والطب الحيوي. وتزامن مع المؤتمر عقد جلسة خاصة لأعضاء اللجنة العالمية لأخلاقيات البيولوجيا باليونسكو لصياغة مسودتهم الخاصة بالصحة العالمية. رعى انطلاق أعمال المؤتمر مع الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي وزير العدل.
بحث سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى مع معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد الشيخ رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية سبل دعم وتعزيز آفاق التعاون في المجالات الرقابية والتشريعية بين البلدين الشقيقين. وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية تعزيز وتطوير علاقات التعاون المشتركة وتفعيل دور لجنتي الصداقة في المجلسين بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. كما زار معالي الضيف مبنى مجلس عمان وطلع على مختلف قاعاته ومرافقه وقاعات اللجان الدائمة ومكتبة المجلس. ناقش مكتب مجلس الشورى الرسائل التي تقدم بها عدد من المواطنين الذين تم إنهاء خدماتهم في إحدى الشركات العاملة في مشروع تطوير مطاري مسقط وصلالة. كما ناقش المجلس رسالة تضمين التعريف بالشورى العمانية في المناهج الدراسية المقدمة من لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي، جاء ذلك في الاجتماع الدوري العاشر لمجلس الشورى والذي تضمن كذلك الاطلاع على رد معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية حول تأسيس شركة وطنية للإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية. ترأس الاجتماع سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى. تقديراً للنتائج المشرفة التي حققها الفريق الوطني للقفز الحر بالجيش السلطاني العماني في عدد من البطولات والإنجازات العالمية، كرم معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بمعسكر بيت الفلج، كرم الفريق الوطني للقفز الحر لتحقيق مزيد من التفوق في التمثيل المشرف للسلطنة في المحافل والبطولات الدولية القادمة. وحقق الفريق الوطني للقفز الحر المركز الأول في بطولتي الآسيان للقفز الحر بالمظلات ومسابقة بطولة العالم العسكرية السيزم المقامتين بجمهورية إندونيسيا خلال العام الماضي. بعد مناقشات مستفيضة وضعت لجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية توصياتها لتفعيل الاستثمار المشترك في التعليم وإجراءات المساواة بين أبناء دول المجلس في القبول بالجامعات. وأوصت اللجنة في ختام فعاليات اجتماعها 17 بمسقط بضرورة تفعيل الاستثمار المشترك في التعليم والمساواة في إجراءات القبول في الجامعات والكليات الخليجية بين أبناء دول المجلس. وأكد وزراء التعليم العالي خلال اجتماعهم أن التعليم العالي يشهد تطورا سريعا وملحوظا بالرغم من بعض التحديات التي تواجه بعضا من الجامعات والكليات. ترأس الاجتماع معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي. احتفلت وزارة التربية والتعليم بتسليم كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه لمسابقة المحافظة على النظافة والصحة في البيئة المدرسية للعام 2014-2015. وقد توجت محافظة الظاهرة بكأس حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم لحصولها على المركز الأول، وجاءت تعليمية جنوب الباطنة في المركز الثاني، وتعليمية الداخلية في المركز الثالث، وتعليمية شمال الباطنة في المركز الرابع. رعت الاحتفالية معالي الشيخة عائشة بنت خلفان السيابية رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية. الفقرة التالية مع جولة الصحافة في هذه الحلقة وأبرز ما تضمنته صحافتنا المحلية لهذا الأسبوع. نفتتح جولة الصحافة هذا الأسبوع بخبر من الزمن حول ارتفاع عدد الشركات والمؤسسات التي تمتلك حكومة السلطنة رؤوس أموال فيها بشكل كامل أو بالشراكة إلى نحو 77 شركة ومؤسسة محلية وخارجية بتكلفة استثمارية بلغت 4 مليارات ريال. وأضافت الصحيفة أن وزارة المالية تتجه لإصدار ميثاق لحوكمة الشركات الحكومية وتطوير بدائل الاستثمار.
ومن الوطن التي نشرت خبرا عن إعلان الصندوق الاحتياطي العام للدولة وشركة عمان بروناي للاستثمار عن تأسيس شركة لتأجير الطائرات برأس مال 200 مليون ريال. وأكدت المديرة التنفيذية لشركة عمان بروناي أن الشركة الجديدة ستعمل على شراء طائرات تجارية حديثة واقتصادية في استهلاك الوقود، ومن ثم تأجيرها لخطوط الطيران العالمية، مشيرة إلى أنه سيتم فتح الباب أمام المؤسسات الراغبة بالاستثمار من خلال صندوق استثماري. صحيفة عمان نشرت خبرا عن سعي وزارة الصحة إلى أن تكون 70% من الأدوية المستخدمة بالسلطنة مصنعة محليا قبل حلول العام 2050. وأكدت المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية إنها بدأت خططا لتشجيع وجذب الاستثمارات في مجال التصنيع الدوائي، مضيفة أن الأدوية المتوفرة في القطاع الصحي الحكومي والخاص مستوفية لجميع شروط توافر الدواء للجودة والسلامة. ختام جولتنا مع صحيفة الرؤية التي نشرت نتائج إحصائيات أشارت إلى انخفاض معدل الحوادث بالسلطنة خلال يناير الماضي بنسبة 15% وفقا لأرقام صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. كما أورد الخبر تراجع معدل الوفيات بنسبة 14.5%، موضحا أن بين الوفيات 39 مواطنا و20 حالة وفاة لوافدين. في حدث يعتبر الأهم في مسيرة الحركة الرياضية النسائية، انطلقت الدورة الرابعة لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مسقط، والتي تستمر حتى 18 من هذا الشهر. النسخة الرابعة من الدورة شهدت ازدياد عدد المسابقات بواقع 10 لعبات فردية وجماعية، وذلك في إطار الاهتمام بإعداد جيل من اللاعبات في مختلف المسابقات الرياضية وتكوين قاعدة رياضية ناشئة وبناء جيل رياضي يرفض المنتخبات بلاعبات مجيدات. رعى افتتاح الدورة معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم. دشنت الجمعية العمانية لمرض السكري عيادة متنقلة تزور محافظات السلطنة لتقديم خدمات الفحص المبكر عن المرض ورعاية المصابين. رعى حفل التدشين صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد السعيد الرئيس الفخري للجمعية. أكثر من 12% من سكان السلطنة مصابون بالسكري، و25% من العمانيين فوق 60 عاما مصابون بالمرض، وهذا العدد آخذ في الارتفاع حسب آخر إحصائيات وزارة الصحة. بينما قدرت الفيدرالية الدولية للسكري أن نسبة الإصابة بالمرض في السلطنة تجاوزت 14% عام 2014. ومن هنا ارتأت الجمعية العمانية لمرض السكري ضرورة توفير عيادة متنقلة تجوب سائر المحافظات والولايات لفحص المواطنين والمقيمين من أجل تقليل هذه النسبة العالية والحد من الانتشار الواسع للمرض. بالتأكيد هي تعود بالمنفعة للمجتمع وتوعية المجتمع وإرشادهم في الأساليب الحديثة والأساليب الأكثر سلامة للمواطن نفسه أو لأسرته. القائمون على هذه الحملة الإنسانية دقوا ناقوس الخطر وأكدوا أن السلطنة كباقي دول المنطقة من أكثر دول العالم إصابة بالسكري، وأن هناك كثيرا من الناس مصابون بالمرض وهم لا يعرفون، بالرغم من حقيقة أن السكري يضاعف من أخطار الإصابة بالسكتة القلبية والدماغية كما تؤكد الدراسات. وشددوا على أن أفضل خيار أمام الناس هو اتخاذ خطوات وقائية، وهو أمر ممكن جداً باعتبار أنه لم يتوافر حتى الآن علاج دائم لمرض السكري. كل جهود مشكورة ومباركة في مجال التوعية ومجال الفحص المبكر. كثير من الناس لا يعرفون أنهم مصابون بمرض السكر، فالبدار إلى الفحص ومعرفة ذلك في المراحل الأولى لا يشك أنه يقي من كثير من مضاعفات هذا المرض فيما بعد. العيادة تتكون من تجهيزات أساسية تساعد على تقييم عوامل الخطورة كقياس كثافة كتلة الجسم وقياس ضغط الدم وأجهزة قياس سكر الدم وجهاز قياس السكر التراكمي، إلى جانب بعض المطبوعات الإرشادية.
وتقدم العيادة خدماتها بالتثقيف الصحي والكشف المبكر عن المرض مع توفير استشارات طبية للمرضى المصابين به ورعايتهم من قبل متخصصين من المركز الوطني لعلاج أمراض السكري والغدد الصماء، وبالتالي معالجة الداء بالدواء المناسب في محاولة للقضاء اللازم عليه قبل وقوعه من منطلق الوقاية خير من قنطار علاج. يمثل مرض السكري إحدى أهم المشكلات للصحة العمومية في القرن الحادي والعشرين، وتتمركز وبائية الانتشار بشكل أوسع في المدن وغيرها من المناطق الحضرية، وتشير تقارير المراقبة الدورية إلى أن معدلات الانتشار لا زالت تتجه نحو الارتفاع. خط رحلة الحملة التوعوية التي تستمر 5 أشهر سيبدأ من ولاية السيب مروراً باتجاه محافظتي جنوب وشمال الباطنة، ثم محافظات الظاهرة والداخلية وشمال الشرقية وجنوبها، ومن ثم العودة إلى محافظة مسقط. أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون تطبيق نظام مؤشرات قياس الأداء لتقييم العمل في الهيئة وتطويره بما يتماشى مع استراتيجيات الهيئة وأهدافها وخططها المختلفة. واستعرض المجلس في اجتماعه الأول للعام الجاري الموقف المالي للموازنة الجارية والرأسمالية للعام المنصرم والموازنة المعتمدة للعام 2015، إضافة إلى موقف الموازنة الإنمائية للخطة الخمسية الحالية وموقف المشاريع. كما ناقش الاجتماع التقرير السنوي للهيئة وعبر عن تقديره للدور الذي يؤديه موظفو الهيئة في مختلف قطاعاتها ووحداتها الإدارية وما تقوم به من أدوار وطنية تساهم في إبراز مختلف جوانب التنمية في السلطنة. تراس الاجتماع مع الدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. بدأت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بتشغيل استوديو جديد لقناة عمان الرياضية يعمل بتقنية الفيديو وول. الاستوديو الجديد سيقوم ببث برنامج الدكة والنشرة الرياضية، إضافة إلى بث تحاليل للمباريات المحلية والدولية. المادة الإعلامية للمشاهد معادلة تكوينية تعمل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لتجويدها ولتقريب المشاهد من الأحداث الرياضية. بدأت قناة عمان الرياضية بتشغيل استوديو جديد يقوم ببث برنامج الدكة والنشرة الرياضية، ويستخدم أيضا لتحليل المباريات المحلية والدولية. طبعا مثل ما تشاهدوا اليوم تدشين 3 من الاستوديوهات البرامجية الجديدة الخاصة بالقناة الرياضية بأحدث التقنيات والأساليب الحديثة في تنفيذ وإخراج هذه البرامج بتقنية أيضا حديثة، وهي تقنية الفيديو وول بمؤثرات البصرية وتكوينات المختلفة، والتي بالتأكيد ستكون إضافة كبيرة جدا لدعم مضمون وشكل هذه البرامج. اليوم طبعا سوف نطلق النشرة الرياضية ومن ثم استوديو التحليلي والبرنامج الدكة. طبعا هذا يعني نحن أساسا كان القناة والمسؤولين في الهيئة وفي القناة الرياضية كان عندهم هدف يعني كبير لتطوير القناة، وبدينا الحمد لله، والآن هذا التكملة، وفي أيضا طموحنا المستقبل للأفضل. الاستوديو الجديد مطعم بتقنيات الفيديو وول لإضافة متعة بصرية للمشاهد ومواكبة لآخر التحديثات المستخدمة في القنوات العالمية. مرتبط الفيديو وول هذا بجهاز حاسب آلي للبرمجة مداخل الصورة، وعلى حسب الاختيار المخرج لها. قبل البث النهائي تم تجربة الاستوديو لتفادي بعض المشاكل الفنية اللي قد تظهر في البرامج المباشرة، والحمد لله كانت تجربة ناجحة. يأتي دور دائرة الإبداع والابتكار في خطة تدشين هذا الاستوديو ضمن الخطة التطويرية التي تنفذها الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون للخروج بصورة جذابة للجمهور في قادم الوقت. هناك إضافات جديدة ستكون أكثر قربا للمشاهد لجذبه إلى قنواته المحلية التي كانت وما زالت محل اهتمامه أينما حل وارتحل. فضغطة الزر لقنواته المحلية دائما تكون قاموسة وخيارا أوليا لمشاهدة الأحداث والبرامج بمختلف أنواعها.
وشهد هذا الأسبوع فعاليات محلية متنوعة نجيزها لكم في الفقرة التالية. إن العدل أبو الوظيفة وحارسها، فتمسكوا به وعاملوا الجميع على مقتضاه، وإنني لرقيب على أن يفي كل منكم بهذه الأسس والمعاني، فلن يكون في مجتمعنا مكان لمنحرف أو متقاعس عن أداء واجبه أو معطل لأدائه، كما سيكون لكل مجتهد نصيب في المكافأة والتقدير والعرفان بالجميل. عمانيون الاقتصادية التالية. تبرز العديد من الموضوعات، من بينها معرض فرص العمل والتدريب لهذا العام، يقدم أكثر من 1400 فرصة عمل، والملتقى الأول لمنتجي الدواجن بالسلطنة يبحث تحديات التي تواجه الإنتاج وآلية إنشاء جمعيات تعاونية تمثل أصحاب المشاريع. كما تتابعون كذلك تحديد النصف الثاني من العام الجاري موعدا لبدء تشييد أكبر ميناء لصيد البحر في السلطنة بولاية دقم، وهنالك موضوعات أخرى، فتفضلوا مشاهدينا بالبقاء معنا.
أكثر من 1400 فرصة عمل للجامعيين يقدمها معرض فرص العمل والتدريب 2015 المقام في المركز الثقافي بجامعة السلطان قابوس. المعرض في نسخته السادسة يهدف إلى تعزيز قدرات الطلاب وإعدادهم لمتطلبات سوق العمل. رعى حفل افتتاح المعرض مع الشيخ عبد الله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة. معرض فرص العمل والتدريب بجامعة السلطان قابوس يوفر في نسخته السادسة عشرة ما يزيد عن 1600 شاغر وظيفي في القطاعين العام والخاص لمؤسسات من داخل وخارج السلطنة، بالإضافة إلى توفيره أكثر من 1000 فرصة تدريب. الفرص المعروضة بما يزيد عن 1600 فرصة عمل للجامعيين وأكثر من 1000 فرصة تدريب، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هناك نمو بالنسبة للقوى العاملة الوطنية للالتحاق بسوق العمل، ومن خلال ما شاهدنا من الشركات الحقيقة الشركات تبحث عن التخصصات الجامعية في مختلف المجالات بدءا من الهندسة إلى المحاسبة إلى التخصصات الأخرى فيما يتعلق بالقانون وغيرها، وهذه ما توفره جامعة السلطان قابوس والجامعات والكليات الأخرى الموجودة في السلطنة. نحن نعطي فرص تدريبية لطلبة الجامعات والكليات الخاصة والكليات الحكومية أيضا، فهناك فرص تدريب على رأس العمل من ضمن مساقات الدراسة. هذا أحيانا يستغرق شهر أحيانا شهرين، وبالتالي أيضا نبحث عن كوادر متخصصة، يعني نقدر نحن أيضا نستقطبهم مثل المذيعين. وتعددت التخصصات المطلوبة من الجهات العارضة بدءا من الهندسة إلى المحاسبة وتخصصات القانون وغيرها، فيما أكد طلاب وباحثون عن عمل إن المعرض في دورته الحالية وسع من الخيارات الوظيفية وسبل الإعداد لمتطلبات سوق العمل. عندنا الخطة المستقبلية القادمة أن نشيل ما يقارب حاليا شالين 60 أو 70 شخص في هذا الشهر، على المستقبل الثاني من نشيل 140 شخص. الطلبة اللي نشيلهم من جامعة السلطان قابوس نرسلهم للولايات المتحدة الأمريكية ونعملهم دراسات فيما يقارب ل 18 شهر، بعد خروجهم من هناك نجيبهم ونوظفهم في عمان وفي خارج عمان. تأتي إقامة مثل هذه المعارض كحلقة وصل بين الجهات الموظفة أو المشغلة للقوى العاملة و قطاع العمل بشكل عام. أعتقد مثل هكذا معارف تحت مظلة واحدة باحثين عن عمل أو الناس اللي تبحث عن فرص وظيفية أفضل بإمكانها التعرف على الفرص تحت سقف واحد. محاضرات متعددة تصاحب المعرض حول التوعية بالمهارات المطلوبة في سوق العمل وكيفية اجتياز المقابلات الشخصية والتعريف بالعروض الوظيفية المقدمة من مختلف المؤسسات والشركات. هذا وأكد معالي الشيخ عبد الله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة أنه تم توقيف مكاتب التدريب بهدف مراجعة الأنظمة والقوانين تماشيا مع متطلبات المرحلة القادمة. إيقاف مكاتب التدريب الهدف منه مراجعة الأنظمة والقوانين لتطويره للمرحلة القادمة بما يتأتى ومتطلبات المرحلة القادمة. تدريب القوى العاملة الوطنية مستمر من خلال مؤسسات القطاع الخاص المتخصصة ومن خلال المراكز والجهات المعنية بالتدريب، لكن أيضا نعول على الجهات المسؤولة عن التعليم أو مؤسسات التعليم سواء الحكومية أو الخاصة في رفض مخرجاتها بسوق العمل، ونعول أيضا حقيقة على القطاع الخاص أن يستقطب هذه المخرجات وأن يستفيدها وأن يذلل الصعاب لهم الحقيقة من الشروط التي تتعلق بالتدريب وبعض الأمور الأخرى، وإعطائهم الفرصة ليشاركوا إخوانهم وزملائهم في بناء هذا الوطن من خلال سوق العمل. القوى العاملة الوطنية في تقدم وفي ازدياد حقيقة في القطاع الخاص، وإذا كان هناك من خلال بعض الدوران الوظيفي لبعض الوقت لخروج من قطاع إلى آخر، وهذه تعتبر في حد ذاتها ظاهرة صحية، لكن المبشر الحقيقة الجيد أن هناك أيضا تحسن في المستويات الفنية والتخصصية والإدارية أكثرها من الوظائف النمطية التقليدية للقوى العاملة الوطنية. أكد معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ الظفار على أهمية المجالس البلدية كونها إحدى الركائز الحديثة لمسيرة التطوير والتنمية، وذلك من خلال رفد الجهات الحكومية والخاصة بكل ما من شأنه تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث لأعضاء المجلس البلدي بمحافظة ظفار والذي خصص لمناقشة عدد من المشاريع وتوصيات لجان الشؤون البلدية بولايات المحافظة، إلى جانب مواضيع أخرى تخدم العمل البلدي والصالح العام بمحافظة ظفار.
إيجاد الحلول الناجحة ومناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه منتجي الدواجن بالسلطنة أبرز مناقشات الملتقى الأول لمنتجي الدواجن بالسلطنة. الملتقى ناقش خلال برنامجه آليات الدعم المقدمة للشباب العماني لتشجيعهم على إنشاء مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، كما تم بحث إنشاء جمعيات تعاونية تمثل منتجي الدواجن في السلطنة. رعى الملتقى معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية. يشهد النصف الثاني من العام الحالي بدء الأعمال الإنشائية في أكبر ميناء للصيد البحري في السلطنة بولاية الدقم في محافظة الوسطى بتكلفة إجمالية تتجاوز 30 مليون ريال عماني. ويأتي إنشاء هذا الميناء ضمن خطة وزارة الزراعة والثروة السمكية لتطوير قطاع الصيد وتعزيز بنيته الأساسية، بالإضافة إلى دعم منطقة الصناعات السمكية المزمع إنشاؤها في ولاية الدقم. وأكد سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية أن مشروع الميناء سيتكون من 5 مراسٍ عائمة لقوارب الصيد الحرفي ورافعة لإصلاح السفن وحوض بحري تبلغ مساحته 1,600,000 متر مربع ورصيف لسفن الصيد الساحلي بطول 850 مترا لتحميل وتنزيل الأسماك. استعرضت اللجنة الرئيسية لمشروع كلية الأجيال لعلوم الصناعات الحرفية والمهن التقليدية آخر مستجدات الدراسة المبدئية عن الكلية وإجراءات تشجيع الطلبة للالتحاق بها. كما اطلعت اللجنة خلال اجتماعها الذي ترأسته معالي الشيخة عائشة بنت خلفان السيابية رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية ورئيسة اللجنة الرئيسية للكلية، وتم خلال الاجتماع تدشين النسخة التجريبية للموقع الإلكتروني للكلية على الشبكة العالمية للمعلومات. كما تضمن الاجتماع مناقشة عدد من المحاور المدرجة ضمن جدول أعمال اللجنة، وذلك في إطار المتابعة الدورية للجنة المراحل التأسيسية للكلية. وشهد هذا الأسبوع فعاليات اقتصادية متنوعة نجهزها لكم في الفقرة التالية.
ختام الحلقة لهذا الأسبوع مع فقرة عمان في صور مع ناصر المحروقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأعرفكم بنفسي، ناصر بن خليفة المحروقي، مصور ضوئي. بداية سأحكي عن بدايتي في التصوير، وكانت في سنة 2012 بدأت التصوير. كنت ملم دائما في عالم التصوير، وأبحث دائما في الصور وأبحث عن المصورين الفوتوغرافيين العمانيين وغيرهم. من خلال بحثي بدأت أتعمق في هذا المجال وأتوسع أكثر فأكثر، فبدأت أتعرف على المصورين العمانيين الموجودين في السلطنة، والالتقاء بهم والتعرف على طرق التصوير وما هو التصوير وإلى آخره من هذه الأمور. شاركت في رحلات وطلعات تصويرية، مما ساهم هذا في تبادل الخبرات والمعلومات في مجال التصوير الضوئي. البيئة العمانية ملهمة بجمال الطبيعة وتعدد البيئات بها، مما تجذب المصور العماني لالتقاط المواقع الجميلة والرائعة في هذه البلاد. وساهم التصوير الضوئي في إبراز أفضل الأماكن السياحية والمناظر الطبيعية الجميلة في هذه البلاد. ولقد جربت أنواع عديدة من التصوير، منها تصوير الطبيعة وحياة الناس والوجوه، إلا أنني أجد نفسي دائما أميل لتصوير الماكرو، وهو تصوير الأشياء الصغيرة مثل الفراشات والحشرات والورود. وأترككم مع هذه اللقطات، وإلى اللقاء. إلى هنا وصلنا بحضراتكم مشاهدينا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع. مولاي جلالة السلطان، تعلمنا منك العطاء، تعلمنا منك كيف يكون حب الوطن، تعلمنا منك كيف نجتهد لأجل عماننا الحبيبة. أمدكم الله بموفور الصحة والعافية والعمر المديد، وأعادكم إلينا سالمين غانمين. تقبلوا تحياتنا وتحيات فريق العمل والمخرج هلال المالكي. إلى أن نلتقي بكم الأسبوع المقبل، دمتم في أمان الله. إلى اللقاء.
عاد يا سلام الله عليها بين أهل الأوطان علمها تسمع حر رقى من دون جنحاني بلاد سيرة المجد وحكايات الشموخ عمان غلها وين ما شديت يبقى وسط شرياني بلادي يا بعد راسي أحبك وادعي الرحمن يحفظك مع فجر كل يوم من ميلاد لزماني نحب اللي يحبك والذي يبغى ذاك يهان معنا يحشم الطيب ويهبى كل خواني بلادي يا سلام الله عليك